امحوها يا علي، والله لا امحوها ابدا يا رسول الله. جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام لمكة لكي يعتمر، فمنعته قريش وصدته عن البيت الحرام. فبعد مفاوضات وكان صلح الحديبية، فأرسلت قريش سهيل بن عمرو سفيرا لها ليتم هذا الصلح. وبعد الاتفاق على العقد أمر النبي ابن عمه وأمير المؤمنين أميرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: أنا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي عليا وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأكمل أبا تراب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال سهيل بن عمرو: علمنا أنك رسول الله ما صددناك عن البيت الحرام، ولكن اكتب من محمد بن عبد الله. فنظر المصطفى إلى علي وقال: امحوها يا علي. فقال علي: والله لا امحوها ابدا يا رسول الله. وهذه الحادثة انما تسجل في مناقب علي وليس عصيانا لامر النبوة، حاشا لابن عم رسول الله ان يعصي امر رسول الله، لكن انما هي الحرقة والغيرة لدين الله.